في الفعل الماضي. أول حاجة بيقول لي كتب الولد الواجب، كتب الولد الواجب. ماشي يا شباب؟ أنا عشان أبني الفعل ده، الجملة دي للمجهول، بحذف الفاعل اللي هو الولد وبقول كتب الواجب. إيه التغييرات اللي حدثت على الفعل الماضي هنا؟ ضميت أوله وكسرت ما قبل الآخر، يبقى كتب بقول كتب، ضرب ضرب، فهم فهم، أكرم أكرم. ماشي كده يا شباب؟ وهكذا. يبقى الفعل أغلق أغلق، التاء دي بتاعت النافذة تاني، اسمها تاء التأنيث، بتلحق الفعل إذا كان الفاعل مؤنث. ماشي كده يا شباب؟ بس مش هي دي بتبقى حرف الأخير بقى، بيبقى الحرف الأخير في الحالة دي اللي هو القاف، تمام؟ نيجي على اللي قبله وأكسره اللي هي اللام. ماشي كده؟ طيب نلاحظ إن أنا إيه اللي حصل في الجملة دي أو الجملة دي. إحنا قلنا بنحذف الفعل اللي هو الولد، واخد المفعول به، اقول له تعالى يا عم المفعول انت ترقيت. ترقيت حبه ايه؟ هبقى فاعل؟ لا، هتبقى نائب فاعل. هتبقى نائب ايه؟ فاعل، لان الفاعل مش موجود، فهحطك نائب عن الفعل. طيب يعني انا هنبقى اعرابي ايه؟ او حكمي في الاعراب ايه؟ اقول له انت مش كنت منصوب؟ احنا هنرفعك. احنا عن ايه؟ هنرفعك. هيبقى اسمه كده الواجب في الحالة دي بعد بناء الفعل المجهول، تبقى الواجب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ماشي كده؟ طيب أغلق الولد النافذتين، أغلق فعل، الولد فاعل، النافذتين مفعول به، منصوب على تنصبه الياء. طيب لما جيت أبني الفعل للمجهول بقول أغلق وأحط التاء بتاعت النافذة لأنها مؤنث، أغلقت النافذتان، النافذتين كانت مفعول به، هنا بقت نائب إيه؟ فاعل. هنا كانت منصوبة بمفعول به منصوب بالياء، هنا بقت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الألف. الإيه؟ الألف، لأنه مثنى. تمام؟ طيب خد معايا المثال اللي جاي ده. ضرب المعلم، ما عندناش معلمين بيضربوا، ماشي، بس يلا ماشي. ضرب المعلم المقصرين، هو المقصر يستاهل الضرب بصراحه. طيب ضرب المعلم المقصرين، انا مش عايز الفاعل، انا عايز ابني المجهول، فبقول ضرب مقصرين اللي كانت مفعول بيها هتبقى نائب ايه؟ فاعل. المفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، هنا هيبقى مرفوع نائب فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. ضرب المقصرون، نائب فاعل مرفوع على مترافعه الايه؟ الواو. الحاله الوحيده اللي انا بنكسر فيها اول الفعل لما بيكون الفعل اللي معايا اجوف. يعني ايه؟ اي فعل اجوف لما اجي ابنيه للمجهول بنكسر أول. صام هتبقى صيمة، قال هتبقى قيلة، باع هتبقى بيعة، وهكذا. ماشي يا شباب؟ صام المسلمون رمضان، أنا عارف مين اللي صاموا، أكيد المسلمين، ما يكونوا المسيحيين اللي هيصوموا رمضان، تمام؟ فهنا هقول صيم رمضان، يبقى صيم فعل ماض مبني المجهول مبني على الفتح، ورمضان نائب فعل مرفوع على مترافعه الضم. قال الشاهد الحق، قيل الحق، قيل ليه؟ الحق، الحق هنا نائب فاعل مرفوع على مترافعه الضم. ماشي يا شباب؟ طيب ايه بقى التغييرات اللي بتحصل للفعل الماضي، الفعل المضارع؟ نشوف كده. احنا قلنا في الماضي بضم اوله واكسر ما قبل اخره الا اذا كان فعلا او اجوفا، فبكسر ايه؟ اوله. قال قيل، باع بيعا، صام صيما، وهكذا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل برضو فعل مبني المجهولة، تمام كده، حال الله بينهم وبين ما يشتهون، وهكذا. الفعل المضارع بقى بضم برضو أوله ونفتح ما قبل آخره. يكتب الولد الدرس،
يكتب فعل، الولد فاعل والدرس مفعول به، فقول ايه؟ يكتب الدرس، حذفت الفاعل اللي هو الولد وجبت المفعول به، رقيته وقلت له تعالى امسك نائب ايه؟ فاعل، وهنرفعك زي ما الفاعل ايه؟ مرفوع. يكتب الدرس، درس نائب فاعل مرفوع بالضم. يغلق الولد النافذة، تغلق النافذة، النافذة هنا ايه؟ فاعل مرفوع على مترفعه الضم. طب لو قال لي يغلق الولد النافذتين، الشباكين الاثنين مفتوحين فهو راح قفلهم، النافذتين مفعول به منصوب بالياء، لما اجي هنا هقول تغلق النافذتان، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ليه؟ الالف. يضرب المعلم المقصرين، يضرب المقصر، بضم الاول وافتح ما قبل الايه؟ الاخر. يصوم، مش دي كانت هناك يا مستر بنكسر؟ لا، هنا المضارع ما لناش دعوه بيه، يصوم هتبقى يصام، يقول يقال، يبيع يباع، وهكذا. ماشي يا شباب؟ يقوم يقام، وهكذا. خلاص كده، ده بالنسبة للفعل في الزمن المضارع. تعالى كده ما نشوف تقوي الرياضة الأبدان. تو، ما هو مضموم أوله تو قوي، بس مش مبني للمجهول، ده مبني للمعلوم. تقوي، مين اللي بتقوي؟ الرياضة، الفعل موجود اهو، بتقوي ايه؟ الأبدان، مفعول بيها اهو. طب عايز ابنيها للمجهول، بحذف الرياضه، الفاعل ده ايه؟ لازم اطيره. ففي الحاله دي هقول ايه؟ تقوى، بنفتح ما قبل الاخر اهو، بضم، يفضل الاولاني مضموم، اذا كان مضموم بيفضل مضموم ونفتح ما قبل. تقوى الابدان، الابدان هنا هتبقى نائب فعل مرفوع علامه رفعه الضم. أعاد الرجل الحق إلى صاحب، مين اللي أعاد؟ الرجل، احذف الرجل عشان دي الفاعل. أجبني المجهول أقول أعيد الحق، والحق هنا نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة بعد ما كانت في الجملة اللي قبل كده مفعول به منصوب بالفتح. يحطم الشعب، مين اللي بيقيد الاحتلال؟ مين اللي بيحطم الشعب؟ يحطم إيه؟ قيد. الشعب مفعول به، الشعب هنا فاعل بحذفه، يبقى ايه؟ يحطم، هتبقى يحط، يحطم، قيد، قيد في الحالة دي هتبقى نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قيد الاحتلال. طيب بيقول لي إذا كان نائب الفاعل، علامات الإعراب بتاعته، ليه علامات الإعراب اللي أنا حافظها؟ يرفع بالضمة لو مفرد أو جمع تكسير، يرفع بالواو، يرفع بالضمه لو مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. طيب يرفع بالالف نائب الفاعل اللي هو ايه؟ مثنى. يرفع بالواو لو هو جمع مذكر سالم، وممكن يرفع بالواو برضو لو هو من الاسماء الخمسه، اخوك، ما اقول مثلا ايه؟ ضرب اخوك، ضربت اخاك، ضربت فعل وفعل، هنا فعل مبني المعلوم، فأخاك مفعول به، لما جابني المجهول هقول ضرب أخوك، أخوك هتبقى في الحالة دي نائب فعل مرفوع بالواو. ماشي، وأنتوا خدتوا إعراب الأسماء الخمسة في سنة ستة ابتدائي. طيب تعال ناخد تدريب كده، ضع خطا تحت نائب الفاعل وأعرب حققت الانتصارات، لا الجملة كده اتقرت غلط، فبقول حققت الانتصارات، حققت الانتصارات يعني في حد ايه؟ حققها. طيب اذا الفعل مبني للمجهول، ما يهمنيش الفعل، انا يهمني ان انا اعرف او المعلومه اللي انا عايز اوصلها للمستمع هي ان الانتصارات اتحققت، عدم الاهتمام بالفعل هنا ما يهمنيش في حاجه. طيب فهنا الانتصارات لما اجي اعربها اقول له نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، الانتصارات جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه. طيب شرح الدرسين، الدرسين الاثنين شرحوا، مين اللي شرحهم مش مهم، المهم ان هم ايه؟ اتشرحوا، فما فيش فاعل. شرح الدرسين، الدرسين هنا نائب ايه؟ فاعل مرفوع علامه رفعه الالف، ليه؟ الالف ليه؟ لانه مثنى. تمام كده. كرم المتقنون، كرم المتقنون في العمل،
المتقنون هنا نائب فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سهل. طيب تعال نقرا كده، كافأ المعلم المجتهدين، ابني كده الجملة دي للمجهول. كافأ، نلاحظ هنا بقى إن أنا هضم أوله، الكاف لما تنضم هبقى محتاج أحول حرف المد اللي هو ألف اللي هو جاي بعد فتحة أحوله لضمة لأنه هيبقى، هأسف هحوله لواو لأنه جاي بعد إيه؟ بعد حرف مضموم. فكا الألف يناسبها فتحة قبلها. طب لما أضم الكاف يبقى لازم أنا أحول الألف لواو، هتبقى كو في أ، والهمزة بعد ما كانت على ألف هحولها على، دي طبعا اسمها قواعد إملائية المفروض أبقى عندي ملم بيها. الهمزة الأخيرة اللي بيسموها الهمزة المتطرفة، تمام؟ اللي بترسم على ألف زي ما أنت شايف كده كفاء لما يبقى قبلها مفتوح. طب اللي قبلها لو اتكسر بعمل فيه إيه؟ برسمها على إيه؟ كو في أ، أحذف المعلم لأنه فاعل. كو في أ المجتهد دون، دون أو المجتهدان لو مثنى، تمام كده؟ مش عارف طبعا، مش متشكل هنا إن هي مثنى أو إيه أو جمع. أيا كانت لو هي مثنى هتبقى المجتهدان. تعال اما نشوفه عمل ايه عشان نعرف هي كانت المجتهدون، يبقى كده هي المجتهدين. خلاص كده شباب. طيب كوفي المجتهدون. عاقب المعلم المقصرين، لما نيجي نبني المجهول برضو نفس العملية، هضم الاولاني، الاولاني ده بعديه الف، لما الالف يبقى قبلها ضمة لازم تتحول لواو، يبقى برافو عليك، عوقب مين؟ المقصرين ولا المقصرون؟ برافو، انا سامع ناس بتقول المقصرون عشان يا مستر بعد ما كانت مفعول به منصوب بالياء هتبقى نائب فاعل منصوب وعلامه نصبه الواو. صام المؤمنون رمضان، مثال ده دربنا عليه قبل كده، قلنا صام الفعل الثلاثي الاجوف بنكسر اوله، صام صيم، قال قيل، باع بيع. طبعا بحذف المنون لانه فاعل، وهنا رمضان هتتحول لنائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، يبقى قول صيم رمضان، ورمضان في الحاله دي هتبقى ايه؟ نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. بكده نكون وصلنا لنهايه درس المبني للمعلوم والمبني للمجهول. تحياتي لكم، واتمنى ان انا اكون وصلت لكم الدرس.